السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. يا جماعة، ناس كتير لغاية دلوقتي احنا عملنا فيديو اتنين وتلاتة قبل كده عن طريقة استخدام الصمغ العربي. هنتكلم برضو تاني للناس الجديدة في القناة والناس اللي ما راجعتش الفيديوهات اللي قبل كده، ممكن تراجعوا في قائمة التشغيل عندنا في القناة. تقريبا ما حدش يتكلم عن الصمغ العربي زي ما احنا اتكلمنا عنه وعن فوائده وعن طريقة استخدامه، وجبناه للناس ولسه برضه هنجيبه في الفيديو ده. استمروا معانا في الفيديو لاخره، هنوريكم الصمغ العربي شكله ازاي، الصمغ المغلف هو ايه، الصمغ الغير مغلف. يعني هنتلاقوا ان شاء الله في استفادة كبيرة في الفيديو ده، تابعونا ان شاء الله لاخر الفيديو. هنتكلم في الاول عن الناس اللي بتتكلم وتسأل مرة واثنين وثلاثة الفرق بين الصمغ العربي والمطحون والفرق بينه وبين المغلف، وايه الفرق بين البان الدكر وبين الصمغ العربي. البان الدكر يا جماعه ده يعني بص حبيبات صغيره، حبيبات صغيره شبيهه بلون الصمغ العربي، ولكن دي بتفيد في ادرار البول وليها فوائد كتيره جدا، برضو عملنا فيديو عنه في القناه عندنا عن فوائده. تمام، مش هنستطرق ليه، ولكن هنقول الفرق بينهم من بعض. البان الدكر تقدر لو اكلته تلاقي فيه ماده مره، مر شويه هو، وبيتسمى في بعض الدول المر، هو اسمه كده المر، بيكون مر شويه ولكن يعني بيتمضغ، يعني لو جيت تمضغه تلاقيه البان علكه. تمام، في بعض الدول بتقول عليه علكه برضو، بتلاقيه زي العلكه كده او اللبان، بتقدر يتمضغ، لكن الصمغ العربي بيتكسر تحت اسنانك وما بيتمضغش، ده الفرق بينهم. طيب الصمغ العربي، ايه الفرق بين الصمغ العربي المغلف والغير مغلف؟ الغير مغلف هو بيفيد، بس بيفيد اكتر حاجه القولون وكده بالنسبه للسكري، وبيفيد برضه في التخسيس نوعا ما، لكن الافضل صحيا اللي بيكون مغلف. جاي من شركه، انا مش بعمل دعايه لشركه معينه، ودي قلتها مره واثنين وثلاثه، انا بتكلم بشكل عام. الصمغ العربي المغلف يا جماعه بيكون عليه تاريخ صلاحيه، بيكون في رقابه عليه، بيكون يعني عليه عوامل كتير مهمة، بيكون مفيد، يعني أقل حاجة بيكون مش متخزن. تمام، وخصوصا ودي المعلومة دي هنقولها لأول مرة، وخصوصا لو هو مطحون، في صمغ بيكون مطحون ده ابعدوا عنه، لا لو هو ما عليهوش تاريخ صلاحية. الصمغ المطحون لو الصمغ المطحون مش مكتوب عليه تاريخ صلاحية والكيس متغلف كويس وتحس ان ده شركة محترمة مش متقلد، تمام، او مش تحت السلم، مفيش مشكلة. لكن لو مفيش مشكلة لو هو عليه تاريخ صلاحية، لو عليه تاريخ صلاحية خلي بالك، يعني هو ان شاء الله ما يضرش بإذن الله يعني، بس لو ما ضرش فمش هيفيد، لو ما ضرش مش هيفيد، ده ممكن يضر. يعرفك انت كان ظروف التخزين ولا مخلوط ايه ولا الدنيا فيها ايه، ولكن احنا دايما بنقول المغلف المطحون افضل، ده اذا كان عليه تاريخ صلاحيه، اذا كان من شركه محترمه، لان اليومين دول في ظاهره كبيره يا جماعه، الناس بدات بعد ما بدات تعرف الصمغ العربي، ظهر ان في بعض الناس وخصوصا هنا عندنا في مصر، يعني شركات كده، ما احنا مش هنسميها شركات، يعني بعض الناس كده بتاخد الصمغ العربي القديم المتخزن كده وتطحنه وتعمل له غلاف جميل جدا كده وتفضل تبيعه، وبسعره بيكون رخيص جدا على فكره. يعني الميزة بتاع اللي بيميزه او اللي تعرفه من ايه، بتكون سعره في الغالب بيكون سعره رخيص مش غالي. طيب المشكلة بقى، المشكلة انك انت خلي بالك صحتك غالية عليك جدا، اجهزتك الداخلية دي حاجة يعني ربنا مدهلنا، حاجة نعمة عند ربنا سبحانه وتعالى نحافظ عليها. يبقى الصمغ يتاخد من شركة محترمة، في شركة زي شركة النصر للصمغ العربي، دي شركة معروفة في السودان وبتصدر الصمغ العربي، والصمغ العربي في السودان يا جماعة ده كتير جدا، الناس دي ما عندهاش وقت يعني تلعب، ما عندهاش وقت تستغلك، ما عندهاش وقت تحط لك حاجة مغشوشة، هو كتير عندهم بس يلاقوا وقت انهم يطحنوا ويغلفوا ويبيعوا. يعني هما، انا متوفر عندي كتير، ايه اللي يخليني انا اغشك؟ ولذلك انا بنصح بشركه النصر، لانها يعني شركه معروفه جدا في السودان ومعروفه في مصر، ان من زمان من قبل ما حد يعرف حاجه عن الصمغ العربي كان شركه النصر موجوده ومستمره. انا والله لا مندوب عنها ولا ببيع منتجها الا اللي محتاجه. تمام، انا بس ممكن اكون بستخدم منتجها لنفسي وللناس اللي حوالي اللي اعرفها وللي محتاجه، لكن غير كده انا ماليش مصلحه. انا بقول لك علشان فعلا ناس كتير الحمد لله خفت بالصمغ العربي، فيا ريت الشركة تكون محترمة، يكون مغلف،
لو 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 مش موجود خالص، مش عارف توصل للنصر لشركة النصر او شركة محترمة، لو في شركة تانية اكيد يعني هيكون في شركة تانية محترمة، ولكن احنا بنتكلم على نعرفه، على الحاجة المشهورة، الحاجة المعروفة، الحاجة اللي احنا مجربينها ولقينا منها نتائج ممتازة. طبعا طب بالنسبة دلوقتي احنا قلنا الفرق بين المطحون والغير مطحون. الميزة بقى ازاي تعرف الصمغ العربي للهشاب الكويس؟ يعني انت بص لو جيت فتحت كيس الكيس بتاع الصمغ العربي اللي هو الاصلي، هتلاقي البودرة من جواه بيضة، البودرة اللي هو سريع الذوبان، تلاقي البودرة بيضة من جواه، ما بتلاقيش يعني البودرة لونها اخضر كده او مايله للبني. تمام، انا يعني هوريكم معانا. بصوا كده للصمغ ده صمغ عباره عن صمغ كان حجر كده وتم طحنه. ده هتلاقيه الصمغ ده لونه مش يعني مش عارف اذا كان هيظهر عندكم ولا مش هيظهر. اللون بتاعه مش ابيض قوي، يعني ما فيهوش بياض قوي، يعني اللون بتاعه مش هتلاقيه فيه محمر حتى بعد الطحن. انما الصمغ الهشاب الممتاز لا، ده قوي بعد ما بيطحن بيكون ناعم قوي، بيكون يعني ازاي. انا هديكم نصيحه مهمه جدا عشان نميز بقى الاصلي من المضروب. تمام، اعرف ازاي الصمغ اللي هو كان حجر سواء كان طلحه او هشاب او اي نوع تاني صحي او غير صحي، وبين الصمغ العربي الهشاب المحترم. الصمغ العربي الهشاب المحترم من الاخر بيكون ناعم جدا جدا، ناعم ما تلاقيش الحبيبات اللي لا، ده بيكون ناعم ناعم زي يعني اشد شويه من الدقيق. تمام، طيب الصمغ اللي هو التعبئه اللي هي جوه مصر دي، والتعبئه الصمغ الله اعلم بيه كويس او وحش، ده بيكون زي اللي احنا شفناه دلوقتي، صمغ يعني مايل للحمره، بتقول الحبيبات فيه ملحوظه بالعين كده، باينه ان في حتت حبيبات يعني واضحه كده، وتلاقي بص الحبايه كده فيها ايه يعني الوان كتير، اسود على احمر، حاجات صغيره. بص كده مش عارف اذا كان هيظهر او لا، هتلاقي في حتت كده في اسود على احمر على 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 حاجات كده، الوان متنوعه. طيب ده معانا كيس اهو، كيس بتاع الصمغ العربي. لو بصوا انا هفتح الكيس ده قدامكم عشان تشوفوا برضو ايه الفرق. انا ما كنتش هفتحه لكن ايه، لكن عشان نستفيد نشوف مع بعض الفرق بقى بين الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنجيب اي حاجه يا جماعه كده، مثلا عندنا مثلا هنجيب اللي هي الكوبايه تقريبا 200 مللي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبصوا كده مش عارف اذا كنت هتقدروا تشوفوا ولا لا. الصمغ طبعا ما شاء الله ابيض متجانس، شايفين اللون، بصوا كده. معلش انا هقرب بس شويه عشان بس الناس تلاحظ، شايفين اللونين مختلفين ازاي. اللون ده بصوا كده، اللون ده واللون ده، ده تقريبا ده ممكن تقول يعني ده مايل، بصوا كده مايل للبياض. وعلى فكره من جوه يعني لو فتحت كيس في اللون ده من اللون ده اغبار، في حبيبات. اللون ده يعني شوف زي ابيض، عامل زي السكر، شبيه بالسكر بالظبط يعني، بس اخف من السكر شويه. اللون ده طبعا غامق وفيه حبيبات كده، ده مطحون كويس. الصمغ ده طحنينه كويس ومع ذلك برضو بتلاحظ فيه حبيبات وحاجات كده. لا ده نقي جدا، نقي جدا وسريع الذوبان، ونتائجه احنا مجربينها والناس كلها مجرباها، وفي القناه في ناس كتير جربت الحمد لله. بصوا على التعليقات في الفيديو اللي هو بتاع الصمغ العربي او اول فيديو في القناه، هتلاقي الحمد لله من فضل الله عليا ان انا بشوف ناس الحمد لله بتخف، وفي واقعيا بتخف. طيب بالنسبه للجرعه، احنا اتكلمنا في الانواع دلوقتي. بالنسبه للجرعه، الجرعه يا جماعه كوبايه زي دي تحط فيها ميه، يعني يفضل تكون ميه دافيه، يفضل تكون ميه دافيه. بتحط فيها معلقه كبيره اكل، معلقه اكل اللي بناكل بيها، بتحط فيها صمغ، تملاها صمغ وتحطها في الميه اللي في الكوبايه. تمام، وتقلب كويس. هو لو صمغ زي ده، زي اللي هو سريع الذوبان ده، مش هياخد يعني خمس دقائق تقليب كده او اربع دقائق، بتبقى الدنيا تمام يعني. بيتقلب كويس تمام، وتشربه بعد كده قبل الاكل المفضل للتخسيس وللسكري، قبل الاكل بربع ساعه. وفي كل الاحوال المفروض يتاخد قبل الاكل، يعني بيكون مفيد جدا، بيستفيد منه الجسم اكتر حاجه، زي الفاكهه كده بتستفيد الجسم، بيستفيد من المواد اللي فيها. هنتكلم عن الفوائد، في فوائد جامده جدا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. هنتكلم عن الصمغ، بس هنتكلم بشكل علمي عشان ما حدش يتكلم بس يقول يا جماعه، واللي عايز مراجع هنديله مراجع برضو، مراجع لابحاث معموله في الصمغ العربي لها سنين بس ما حدش يعرفها، ما حدش بيستفيد بيها.
طبعا النصيحه اللي هنتكلم قبل ما نقفل الفيديو، النصيحه اللي هنتكلم فيها لو سمحتوا، اللي يبدا بالسمر العربي يشربه لاول مره يا ريت يبدا بجرعات خفيفه. يعني احنا بننصح الجرعه اليوميه ثلاث مرات قبل الاكل، قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء، ثلاث مرات. معلقه كبيره اكل في كوبايه ميه 200 مللي، كوبايه ميه زي دي كده تحط فيها معلقه كبيره اكل من السمر العربي على الميه وتدوبها كويس وتشربها ثلاث مرات في اليوم. ابدا الناس الجديده تبدا بمره واحده في اليوم او مرتين، بس بشرط تحط حتى تقريبا نص معلقه صمغ في كل مره، ما تكترش في الاول، زود تدريجيا بعد كده. النص معلقه تبقى معلقه الا ربع، بدل ما مرتين يبقوا ثلاثه، او بدل ما مره يبقى اثنين ثم يبقى ثلاثه، يعني زود بالتدريج، عشان ده لو اخذت منه كميه كبيره مره واحده ممكن يعمل لك تلبك في المعده، وممكن يؤدي الامر لو عنده حد مشاكل في المعده ممكن يؤدي لانسداد في المعده، في الامعاء، مشاكل في الامعاء. تمام. يا رب يشفيكم ويشفيني. لو في حاجه نسيتها انا بحاول اركز، لو في حاجه نسيتها يعني او عايزين تعرفوا اي حاجه اكتبوها في التعليقات، وان شاء الله يعني ربنا يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.